أننا لا نناقش في تقسيم السلطة في أديس أبابا ما بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، لأننا أولا لا نمتلك السلطة لغاية اللحظة، ولأن مشاركة الجبهة الثورية والحركات المسلحة حركات الكفاح المسلح في السلطة هي مربوطة باتفاق السلام الذي ستجريه السلطة الانتقالية نفسها مع حركات الكفاح المسلح بما فيها الجبهة الثورية، وذلك أمر متروك يجب أن يترك للمستقبل ولتقديرات السلطة الانتقالية القادمة. لا توجد نقاشات رسمية داخل غرف الحوار حول هذه المسألة، ربما في نقاشات جانبية، لكن لم يرد أي مقترح كهذا داخل غرف الحوار الرسمية.